التليفون سيد سفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية. سيد سفير أهلا بك يا فندم. أهلا وسهلا يوسف بي. أهلا بي. أهلا بحضرتك سيد سفير. بكرة إن شاء الله هيشهد القمة أهمة جدا، هتبقى طرف فيها بالتأكيد مصر باعتبارها الداعية إلى هذا اللقاء، أيضا الرئيس الفلسطيني سيد محمود عباس أبو مازن. مهم عندنا أن احنا نحاول نفهم المحاور الرئيسية التي سوف يدور عنها هذا النقاش بالقطع، هو القضية الفلسطينية بالقطع، موضوع نقل العاصمة أو أصح تصير القدس عاصمة للأسف الشديد لدولة الكيان الصهيوني المحتلة على الأقل من قبل فردي أو أحادي ألا وهو واشنطن. لكن المحاور الرئيسية اللي على أساسها دعا الرئيس السيسي الرئيس الفلسطيني للحضور، المحاور الرئيسية طبعا يعني هو استمرار لدور مصر التاريخي. يعني النهاردة مصر طبعا هي قلب الأمة النابض، وأي شيء هام أو أي شيء محوري في المنطقة أنت أكيد متأكد أن مصر بتبقى هي المحور لكل شيء. هناك زخم شديد زي ما سيادتك متابع في الأيام الماضية في اتجاه رافض للقرار الأمريكي ومناصر لقضية القدس. مصر بتحاول أنها تستغل هذا بثقلها الإقليمي والدولي، ومن ده يعني هي القمة الثنائية في إطار التشاور وكيفية استغلال الزخم وكيفية يعني الوصول لخطة أو لطريق في الأيام القادمة، كيفية الاستثمار الوضع الحالي والزخم الحالي على النحو الأمثل. طيب هل حضرتك تعتقد او جزء من الخطوط العريضه للقاء القمه غد باذن الله انه هيتم رسم خارطه الطريق للتحركات العربيه مستقبلا بخصوص هذه القضيه المركزيه والمحوريه؟ التشاور مستمر على طول يا يوسف، يعني التشاور مستمر ما بين السيد الرئيس واشقائه من الزعماء العرب، والحقيقه التشاور يعني كان قبل القرار الامريكي، يعني حتى قبل القرار الامريكي ولما كان في ارهاصات ان القرار الامريكي وقع على محاله كان هناك يعني مشاورات، حتى كان هناك مكالمه تليفونيه مع الرئيس ترامب عشيه القرار، والسيد الرئيس يعني اوضح فيها بشكل قاطع وواضح جدا رفضنا لهذا القرار وما سيؤدي اليه من تفاقم الوضع في منطقه بالاساس محتقنه جدا ولا تحتمل المزيد من التعقيدات. فيعني التشاور وتبادل الرؤى، خاصة وأنه أعتقد أنه الرئيس الفلسطيني سوف يذهب إلى القمة الإسلامية، فمحطة مصر قبل الذهاب شيء مهم جدا لبلورة الأفكار. يعني هل نتوقع سيادة السفير لقاءات قمة ثنائية أو ثلاثية أخرى بعد هذه القمة المصرية الفلسطينية؟ هل نتوقع أيضا الدعوة أو بالأصح أنه الرئيس السيسي يعمل على قمة عربية في القاهرة خلال الأسابيع القادمة؟ ما أنا زي ما ذكرت لسيادتك هو المشاورات على مدار الساعة وعلى المدار اليومي، إن كان هناك داعي لعقد لقاءات أخرى إضافية أو قمة مسطرة أو قمم ثنائية فده بالتأكيد بيحدث على طول وبيتم الدعوة إليه. لكن ردا على سؤالك بشكل قاطع، لا ليس لدي أي معلومات يعني أكتر من اللقاء بتاع غدا اللي هو سيحدث غدا بإذن الله تعالى. إحنا على طول بنظر البيانات أول بأول أكيد لما المعلومات تؤكد. يعني ده صحيح، أنا بس كنت أطمع قدر الإمكان زي أي صحفي في المزيد من التفاصيل من داخل الكواليس قدر الإمكان، لكن أنا أشكرك جدا 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 على قبول المكالمة وعلى هذا التوضيح، كل الشكر ليك سيد سفير. كل الشكر لسفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية.